البيتكوين تستعد لضرب مستويات جديدة تاريخية. ما هي المرحلة الحالية من دورة البيتكوين؟ أمر جدا سلبي ممكن ينعكس على الأسواق من صناديق الETF. الذهب في مستويات جديدة تاريخية. انفجار عملات الميم وعملة الفلوكي قائدة الارتفاع. تطورات ضخمة لعملة الفلوكي وغير مسبوقة. اتفاجأنا صديقي بحركة الذهب اليوم بقمة غير مسبوقة. لمسنا مناطق 2195. بالتأكيد شباب نحن تكلمنا بالفيديو الماضي انفعالين أوردر شراء عند الاختراق المناطق 2170، والآن نحن حاليا على أرباح أكثر من 20 نقطة. وطبعا صديقي صفقتنا مجانية بسوق الفوركس. أنا شخصيا بستخدم منصة أكسنز، منصة باللغة العربية، منصة إسلامية تماما، والسبريد فيها منخفض، وبتحصل على كوبونات تخفيضية بحال انضمامك عوكالتنا بمنصة أكسنز عن طريق الرابط اللي بأسفل الفيديو. وصديقي وبتحصل على صفقاتنا المجانية اللي ممكن تستفيد منها عائد ربحي لتحقيق الحرية المالية. بتمنى منك صديقي تنضم لي وما تضيع نفسك الفرصة. وهلأ خلونا ننتقل للبيتكوين. صديقي أنا متفائل بالبيتكوين على المدى الطويل ومتوقع التصحيح على المدى القصير. الآن صديقي سوق الكريبتو الآن في مرحلة عدم التصديق، هي مرحلة لتحضير البول ماركت، مرحلة الصعود الحقيقي. حاليا صديقي هاي الأسعار اللي عمال منشوفها تحضير لصعود أكبر. طبعا إذا شفنا تصحيح وأكيد رح نشوف تصحيح، لكن ما ممكن نرجع نشوف الأسعار القديمة. الأمر السلبي صديقي بصناديق الـ ETF، دخول المؤسسات على سوق الكريبتو بهاي الكمية الهائلة رح يخليهم يسيطروا على فضاء الكريبتو، وأنا بالنسبة لي هذا أمر سلبي. ويكون في عنا قطب واحد متحكم بالسوق رح يكون عندنا المقدرة على التلاعب بشكل كبير. المالك يتحكم وهم مالكين كبار عم يشتروا البيتكوين بكميات كبيرة. اتخيل صديقي لو يطلع خبر من بلاك روك بأنه بعد البيتكوين شو ممكن يصير بالسوق. نحن انتهينا من سيطرة من منصة باينانس على سوق الكريبتو وابتدأنا بسيطرة بلاك روك. كشفت البيانات على حيازة شركة تسلا أكثر من 11,000 قطعة بيتكوين. هذا الرقم أكبر من أعلنت عنه. اليوم صديقي تم طباعة 1 مليار USDT. هاي إشارة لارتفاع الأسواق أيضا. هذا يعني في طلب على USDT ليدخل الأسواق. أصبحت الثقة بالبيتكوين أكثر من المعتاد. هدفنا صديقي من الارتفاع الحالي بعد الثبات أعلى مناطق 69,000. طبعا عندنا المنطقة العنيدة 68,600 إلى 69,500. بمجرد ثبات أعلى هاي المنطقة رح يكون هدفنا مناطق 75,000. أما بالنسبة صديقي عن عملات الميم، عملات الميم عمال بتعود بالارتفاع. صديقي عملة الفلوكي قائدة الارتفاع بالأسواق اليوم. الانفجار بهاي العملات مستمر. فريق عملة الفلوكي بدأ بحملة إعلانية كبيرة. صديقي أساس نجاح العملة هي الإعلانات، وتم إدراج عملة الفلوكي اليوم على منصة آسيوية في سنغافورة لحتى تكون متاحة للمستثمرين ليصير عمليات طلب وشراء أكثر. وبهي الأخبار صديقي حصلنا على شمع الزخم قوية. وطبعا صديقي عملة الفلوكي عندها فريق قوي بخلاف عملة الدوش كوين، بخلاف عملة الشيبا. عملة الفلوكي استطاعت يوصل سعرها إلى 3 أصفار، في حال عملة الشيبا 4 أصفار. فريق عملة الفلوكي مختلف تماما عن فريق عملة الشيبا. الآن موسم العملات الميم. إذا فاتك القطار بتمنى منك صديقي تنتظر المؤشرات لتهدى، ومن ثم ممكن الاستثمار بهاي العملات.
الكل ما بتحتاجه بتواجد عندي بقناة التليجرام، أخبار يومية، صفقات ناجحة، أيضا صفقات على البيتكوين. وبتمنى منك صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وهلا شباب خلونا ننتقل للموقع الشهير لنعرف مين هو الفائز على فيديو يوم أمس. بعد ما حطينا رابط الفيديو وشلنا التعليقات المكررة، صديقي هذا هو الرابح، بتمنى منه يتواصل معي. وانت صديقي لا تنسى تترك تعليق لتكون أحد الرابحين معي بفيديو يوم غد. لا تنسى إذا عجبك المحتوى دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى تفعل زر الجرس لينتشر هذا المحتوى ليصل لأكبر عدد من الأشخاص حتى يستفادوا من هاي المعلومات.